كل عام وانتم بخير. يزداد في شهر رمضان معدل شراء المواد الغذائية، فاحرص عزيز الصائم على اتباع إرشادات السلامة الغذائية لتجنب حدوث أي مخاطر صحية. ومن أهم هذه الإرشادات شراء المواد الغذائية من مصادر معروفة وموثوقة. انتبه دائما إلى البطاقة الإعلامية وتأكد من صلاحية المنتج والطريقة الصحيحة لحفظ المنتج. تجنب الأغذية المكشوفة واحرص دائما على أن تكون مغطاة وبشكل جيد. خصص المرحلة النهائية من عملية التسوق في شراء المواد الغذائية سريعة التلف مثل اللحوم والألبان والأغذية المجمدة. تأكد من فصل المواد الغذائية عن المواد غير الغذائية مثل المنظفات والمبيدات الحشرية في أكياس منفصلة أثناء عملية الشراء. ونتمنى لكم إفطار صحي وآمن.